الخير عليكم وليدات من المسجد النبوي الشريف المدينة المنورة. أنا جدينا طبنا بودوس اليوم من أهم أيام في حياتي باسكو إن شاء الله غادي نديروا العمرة اليوم صلاة الجمعة توت سويت ونشدوا الطريق لمكة المكرمة إن شاء الله فين نديروا المناسك ديالنا كاملين وإن شاء الله تقبل لنا العمرة. إحنا دابا في السطح ديال المسجد النبوي الشريف الدنيا كي دايرة زوينة بيضاء ونقية الحمد لله صلاة الجمعة تكون مقبولة. شحال وانا كنتسنى هاد النهار شحال 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 صافي خا بليزير انني نبارطاجي هاد النهار معكم سوف كو البارطاج غادي يكون ديفيرون كو لي فلوغ اللي قبل سيتادير غادي ندير العمرة ديالي ان شاء الله بلا ما نفيلمي ومن بعد غادي نشوفوا المناسك وحده بوحده ونفسر لكم ان شاء الله باش نحيد عليا العمره ديالي مكونسونطري انا وبين سيدي ربي وديك الساعه ان شاء الله نفيلمي كلشي باش كلشي يستافد معنا ان شاء الله. فهاد الفلوغ نقول لكم بعدا لي زيتاب ديال العمره كيفاش كيدوزوا. اول حاجه خصكم تعرفوا انسان خصو يلبس الاحرام. شنو هو الاحرام؟ هو اللي غنوريكم توتالوغ ان شاء الله. حتى شي حاجه ما تكون مخيطه فيه ما كيكونش كيلوت استاذي ما غاليش يلبس كيلوت بعد كيلو. ثاني حاجه ان شاء الله النيه ديال العمره. النيه ديال العمره ماشي بحال النيه ديال الصلاه ولا النيه ديال الصيام. خصها تقال افوا لبيك اللهم عمره. انت كيفكرني بالدروس الاسلاميه في الليسي ماذا فالقول ماذا فالانسان عليه من فوا كنحرموا وكنويو العمره كتجي لا ثوازيام ايتاب اللي هي التلبيه استاذ من البلاصه اللي كتحرم فيها حتى جيت الكعبة كدير التلبية. شنو هي التلبية؟ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كاين 440 كيلومتر تقريبا من المدينة المنورة مكة المكرمة 4 سوايع 3 سوايع ونص بالطاكسي. دونت أونغيستخاو في لوطين نحيدو علينا الحوايج ونزلو إن شاء الله باش نبداو الطواف ديالنا. 7 أشواط ستاديغ 7 دورات على الكعبة من الحجر الأسود حتى الحجر الأسود هي دورة. مورا الطواف إن شاء الله غادي نصليو جوج ركعات قدام مقام سيدنا إبراهيم. إن فوا سالينا هاد ليتاب غادي ندوزو شرب ماء زمزم. خوشين ايتاب اللي عندنا الصفا والمروه واحد البلاصه ما بعيداش على الكعبه تمشي الي ترجع غوتو حتى هي 7 المرات 1 2 3 4 5 6 حاج لابس الاحرام يعني يا سلام يا سلام. الوغ حاج اخر ايتاب هي الحلق او التقصير ان شاء الله. ياك اخر ايتاب نساليو الصفا والمروه ان شاء الله طول الحلق تحيد الشعر كامل سوا التقصير غير تقطع شويه. اوني شوني اون فام ولا لا؟ الحمد لله اوني شوني اون فام حميده اوني شوني اون فام. معنا كوزان ديالي احمد فين هو كوزان ديالي؟ انت يا ما موجود موجود يلا ما عندناش الحق نلبسوا بحال هاد الصندالات اللي كيكون فيهم شوب خور المسائل. نديرو ديودورون باسكو ابارامون كتلبس الاحرام مش حق دير ديودورون بعد. بسم الله الحمد لله حرمنا باقي ما حرمنا غادي نمشيو ابار هادي باش نحرمو. هذا كيتسمى ثوب الاحرام. الاحرام هو ملي كتقول النيه ديال الاحرام لبيك اللهم عمره ديك الساعه دخلتي في الاحرام. خرجوا جديدات فلوغيو على طاك تي انفون بابا حتى يلا هاي اون يفا va faire une ombre then the source of perfect guidance the glorious Quran. لا اله الا الله. تشرب قهوه؟ قهوه سعوديه او لا قهوه عربيه. انتو حشو هاد البلاصه زوينه مسجد النبوي الشريف كنتلاقاو راه مير وليدات. هلا والله شكون اللي تفرج في الفلوق اللي من قبل؟ هيا والله the reckoning the final day when all will see their works remade in soul and body to stand before the lord. هلا والله شنو هي الاخرى الرقصه؟ شنو هي الرقصه؟ Destiny, the will of Allah. Faith is belief in Allah and the messenger. مرحبا بكم في ابر عالي البلاصه كيسميوها ميقات اللي كتنوي العمره ان شاء الله. الناس كيحسنوا وكيدوشوا. من انت؟ باكستان كيالا صبات شاي مصام خبسورات خبسورات انديا نمستي بخير رامي خصنا نحيدو حتى الكيلوت كلشي كيلوت كلشي صح اي والله كيلوت هاي التوش ديالي سي ان مومون تري امبورطون ان شاء الله غادي نعيشوه كاملين نحيدو الكيلوت
إيسو علي إيسو عندك ماي خارج شو كان هذا اللي فعلك صاحبي نمستي قولوا بالهندية شي حاجة بالهندية قولوا السلام عليكم هندية السلام بالهندية شي حاجة بالهندية speak Indian speak Indian speak Indian درش يوتيوب شانيت غنخرجوا ان شاء الله من ابر علي دابا على طاك ان شاء الله التلبيه حتى المكة المكرمه دونك غنحيدوا الكاميرا توتسويت هكا بوحاش لان دابا غادي نحرموا وباش نحيدوا الشبهه ما غاديش نستعملوا لا كاميرا ولا تليفون في المناسك ديال العمره ملينا نساليوا العمره غادي يدير واحد تجربه ديال العمره سيطاها باش يولي الوليدات والمشاهدين كيفيه العمره ان شاء الله. السلام عليكم. دابا نقدم فيلم وكاش لا والو دابا المناسك بدون تصوير ان شاء الله. رامي والله احساس غريب انا مشكلوط والله احساس غريب انا مشكلوط تحس فيه تهويه والله فيه تهويه هيا والله. السلام عليكم نتلاقاو ان شاء الله مكة المكرمة. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك مبروك العمرة سي إيسو كل شيء داز بخير الحمد لله على احساس خيالي دابا ان شاء الله غادي نعاودو ننزلو باش نوريكم المناسك ديال العمره اون ديريكت معايا في الفلوغ كاميرات ممنوعين ان شاء الله حنا غادي ننزلو هاد الكاميرا الصغيره واخا الصوت ما غيتسمعش مزيان مي ماشي مشكل باش نوريكم اون رياليتي كومو سا فا سباسي تما 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 في البلاصه زوينه ان شاء الله اللي زوينه في العمره تقد تخرج حفيا من لوطيل ما يدور معاك حتى احد ما يشوف فيك حتى احد ترونكي دابا في مسجد الحرم غادي نتوجهوا ديريكتومون في الكعبه باش نديكوفريوها ان شاء الله كاملين انا مشتاق انا نديكوفريها معكم ان شاء الله صالي وليدات واحد الاحساس عجيب والله الا عجيب هذا بسم الله وكف المصطفى كالورد ينادي الله وعطرها يبطينا مست ايات حنا واقفين في الناس دابا كيطوفوا نديكوفريو الكعبه ان شاء الله اونصومب هلا ما شاء الله هاد الضوء الخضر اللي كتشوفهم ورايا اون فاس مع الحجر الاسود مع الكعبه استاذ فين كتبدا الدوره هنايا هنا فين كتبدا الدوره هنا في الانسان كيبدا الطواف ديالو سبع دورات واحد جوج ثلاثه اربعه غنجربوا نطوفوا باش نوريكم كيفاش كيكون الامبيونس في الطواف كيكون شويه الدفيع كيكون شويه بنادم با ترو ديسيبليني مع الاسف ملي كتوصل حدا الحجر الاسود هنا الدوره كتهز لي ديك اليمنيه بسم الله الله اكبر بسم الله الله اكبر حنا في الطواف الوليدات ما شاء الله ملي كيكون الانسان كيطوف كيدعي بكاع الادعيه اللي بغا باش الله يستجبهم ليه ان شاء الله قربوا للكعبه ان شاء الله
بسم الله. واو كتكون الحرب شويه هنا ولكن نجربوا نقيسوها. بسم الله ما شاء الله الله عليك. من الجهه الاخرى اللي كتشوفوا كاين الحجر الاسود، انا نقربكم ليه. بسم الله الله اكبر. هذا اللي كتشوفوا حدايا هو مقام سيدنا ابراهيم. هاد البلاصه ان شاء الله قدام مقام سيدنا ابراهيم، غادي نصليو جوج ركعات ان شاء الله بحال اللي كيديروا الناس اللي كيسمعوا. الله الله وكف المصطفى. الله يتقبل لينا الصلوات. وجهي كيبان ابيض باش نشقوا لك. الناس كلشي هنايا ميديتاسيون كونسونتراسيون. يلا مورا جوج ركعات كما قلت لكم غنمشيو نشربوا ماء زمزم ان شاء الله في العمره. مورانا مقام سيدنا ابراهيم، هنا كيصلينا جوج ركعات وهاد البلاصه ان شاء الله فين غنشربوا ماء زمزم جوست اون فاس. كلشي قريب، شوفوا الامبيونس ديال الناس كيشربوا ماء زمزم. يا سلام على الابراج. شكرا شكرا. واه حسي جونتي يطلق لينا الماء. تركي تركي كهرباء ما شاء الله. وكف المصطفى كالورد نادي الصفا والمروه ان شاء الله هو الاتجاه. هاي الكعبه خلينا هنا. وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا. مرحبا بكم في بلاد الصفا والمروه. صفا والمروة حتى هو فيه سبعة بحال الطواف، سوف كو صفا الي مروة غوتور. بزاف الناس كيضروهم رجليهم على قبل هاد الرخام اللي كيكون، والناس اللي ما مولفينش كيتمشاو بالحفا، اللي كيساليو العمرة اون جينيرال كيضروهم رجليهم. الحمد لله انا ما ضرونيش حيت مولف كنت نتمشاو بالحفا. حربي حربي. هاد لي لوميير فيغت اللي كتشوفوا، هاد ليسباس خصنا نديرو فيه الهرولة. الهرولة هي بنادم كيجري كيديرو اون بتيت فولي، انسان كيدير اون بتيت فولي، وهذه عندها القصه ديالها حتى تقلبوا عليها. وانا فريمون فرحان وليدات كندير معكم هذه العمره، شي حاجه اللي ما عمرني تخيلتها غادي نديرها انا براسي شي نهار. الحمد لله ولينا دايرنا اونصوم في الفيديو. وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبطى اذا مست ايادي الله الله. وكف المصطفى للانسان كيسالي من صفا والمروه اللي خلينا مورانا هنايا كتطلع مع هاد البلاصه ان شاء الله باش نمشيو نديرو الحلق. الحلق او التقصير. الحلق هو ملي كتحيد شعرك كامل، التقصير هو ملي كتقطعو غير شويه. يا سلام يا سلام على اجواء سعوديه عمره يعني وابراج. ووهو. واحد الناس يلا راجعين دابا من عند الكوافور كيشوفوا فيا مود انت علاش غادي تقرع. ما عادش بوغ الناس اللي متبعيني سو انستغرام الا عقلتو ما كانش باغي يحيد ليا الشعر بالموز، قال لي غتجرح مع راسي. تبارك الله تري ها تري دو. هذا هو الكارتي اللي فيه الحلاقه. وهذا عنديكم عند الحلاق اللي حسنت عنده انا. ما عرفتش علاش مسدود مغلق. ها الي تي با اونيت الحلاق ديالي مغلق لمخالفه انظمه وتعليمات الامانه تحذير هام. السلام عليكم. ما في حلاق هنايا هذا حلاق ليه. يلا قطع 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 يسو قطع. الحلاق وحده اخر تا هو جينا عنده البلاصه مي مسدود ها هو ساد تا هو وما عرفتش علاش مسدودين سي بيزار. صديقي ما في حلاق هنا اسيدي. بقيت تلقيت لكم الحلاق. وعم نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا. كلشي البيض كلشي نفس اللبسه، العيالات لا ميم شوز، ما كتفرق ما بين غني ولا فقير. سبحان الله العظيم احسن نظام في العالم نظام الاسلام. كاينش الفرق المعلم، قولي عندي كونت بونكير ولا والو المعلم، كلشي بحال بحال. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ما شاء الله يا سلام. راجعين من المروه باش ندوزو ان شاء الله للكعبه نختموا الفلوق ديالنا تما قريب. فوالا معنا السي طارق هنا مع العائله ديالو من مصر. كيف حال مصر؟
100% مصري 100% وماشي الحال وباشا باشا ما شاء الله الشعب المصري باين عليه اللي هو فيه 100% عمره مقبول ان شاء الله وهدي المصطفى يهديك نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله وهدي حاجي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم باش ديال الطرف باش بخير بارك الله عليك باش العيون الوليدات شي العيون الوليدات الله يصلح الجميع ونتمنوا ان شاء الله كل شيء يوفق الله باش يجيبوا لهذا المكان احسن مكان ان شاء الله طحت في باغازا والله الا باغازا ما هز لا تليفون لا يا حاجي يا حاجي الاسود والابيض ما شاء الله الحمد لله كل شيء داز بخير حنا طالعين الفوق دابا ان شاء الله ديال الحرم شوفوا كي داير بوحديد بلاصه خاويه واجمل من كلام ترقد عين الله الله وأكمل من كلام تلد النساء الله الله وأجمل من كلام ترقط عين الله الله وأكمل من كلام تلد النساء نص ديال هذا الفيديو خاشي وجهي هنا في الكاميرا باش تسمع الصوت مزيان الحمد لله درنا المناسك العمره وريتكم كل شيء فلوغ ما بين جوج احسن بلايص في العالم مدينه المنوره ومكه المكرمه اي حاجه قلت لكم الا وديروا لي غوشيغ ديالكم حتى نتوما قبل ما ديروا العمره ديالكم ان شاء الله نتمنى اي واحد تهلي الفرصه في العالم انه يجي يزور هذه البلاصه الزوينه الواعره الواعره خليكم على خير الوليدات فوالا الحمد لله كل شيء داز مزيان مع هذه لافي زوينه السلام عليكم وليدات